احنا عندنا 102 حزب، هل ده وضع سليم ولا انت انا اي حزب قائم على منظومه دينيه لازم يتقفل؟ يتقفل، والدستور قال كده، وهم ما التزموش. يعني ده قرار انه اي حزب على اساس ديني يتقفل، الا لو كان غير اللائحه بتاعته برامجه، وده ما عملوش هم يعني الكلام. يعني حزب يعني حزب النور مثلا، حزب النور اعتقد انه غير اللوائح بتاعته او غير ال ايوه، بس ما حلقش ده، ما حلقش ده، ودي حاجه ثانيه. يعني فطبعا ديت لكن احنا هنعتبر القانون بتتكلم على القانون واللوائح يعني بالظبط، لكن انا شايف ان الاحزاب هيتغير النمط بتاعها الفتره يعني. اذا اول حاجه انه اي حزب على اساس ديني يغلق فور، يغلق فور، تمام. ثانيا انا عايز اقول ان الاحزاب اللي هي ما تقدرش يعني انا مش عايز الافكار بتاعت الاحزاب يقول لك الدوله ما بتديناش فلوس او منعت عننا فلوس مثلا. لا لا، طب انت النهارده تبقى انت الدوله بتديك فلوس وتعرضها. يعني ازاي يعني؟ يعني تاكل اكل وبعدين تشتمني مثلا يعني. فطبعا ما ينفعش الكلام ده. فالحته دي طبعا لازم تتشال من الاذهان. فانه الحزب يبقى عنده موارده ما يعتمدش على الدوله. بالظبط، بناسه ويجيب الشخصيات اللي عندها قدره ومقدره انها تدير حياه سياسيه محترمه ويخشوا معاه في الحزب، او الحزب يتكون من هذه الشخصيات، ونشوف بقى متغيرات جديده. نشوف اسلوب جديد. والاحزاب النهارده موجوده في الماده 5 في الدستور، ليها دور. الاحزاب ليها اهميتها، بس الاحزاب هي اللي سايبه دورها.